السلام عليكم. الضيق والسعة في الرزق مسألة نسبية، فكم من أناس يحسبون أنهم في ضيق ولكن البركة تجعل ضيقهم واسعة، والقناعة بما رزق الله يكفيهم، والرضا بما قسم الله يغنيهم. والشاعر يقول: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وفي الحديث: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويقول الشاعر: إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، فقد تملك الكثير ولكنه لا يقنعك ولا يغنيك، لأنك أبدا تقول هل من مزيد. والأسباب التي يوسع الله بها على الإنسان في رزقه الحلال هي كما يلي: أولا، تقوى الله تبارك وتعالى، وهذه أول أسباب سعة الرزق وبركته، فقد وعد سبحانه المتقين بذلك، فقال في كتابه الكريم: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وتقوى الله تكون بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثانيا، التوبة والاستغفار، فمن طبيعة الإنسان أنه ضعيف كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لا ينفك عن التقصير والعصيان والمخالفات في ترك المأمور وارتكاب المحظور، وإن من مخاطر الذنوب أنها سبب من أسباب حرمان الرزق والبركة فيه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما حرم اليهود من الطيبات إلا بسبب ظلمهم ومعاصيهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولكي ينجو الإنسان من هذه التبعات ويحفظ عليه رزقه ولا تضره المعصية، كان من الواجب عليه أن يلجأ سريعا إلى ربه تائبا مستغفرا نادما على ما وقع منه من ذنوب وخطايا. فالاستغفار يهدم الذنوب والتوبة تجب ما قبلها، كما أنهما سبب من أسباب الرزق. قال تعالى على لسان نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقول ابن كثير: أمر هود عليه السلام قومه بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه. وقال سبحانه على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. ويقول ابن كثير رحمه الله: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وضر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. وقد روى مطرف عن الشعبي أن أمير المؤمنين عمر خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقيل له: ما سمعناك استسقيت؟ فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر، أي المطر، ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وشكى رجل إلى الحسن البصري الجدب فقال له: استغفر الله. وشكى آخر الفقر فقال له:
استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا. فقال له: استغفر الله. وشكى إليه رجل جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. فقالوا له في ذلك: أتاك رجال يشكون أنواعا؟ فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فقال: ما قلت من عندي شيئا. إن الله تعالى يقول في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا: بر الوالدين وصلة الرحم. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وما رواه البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وقد عنون البخاري رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في أهله، مثرة في ماله، منسأة في أثره. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله، وفي لفظ أنسئ له في عمره، وثرى ماله وحبه أهله. فهذه جملة من الأحاديث يتبين للمتأمل فيها قيمة صلة الرحم وثمراتها، والتي من أهمها البسط في الرزق والزيادة في العمر ودفع ميتة السوء ومحبة الأهل. وأولى الناس بصلتهم هم الوالدان وذو القربى، ثم الأدنى فالأدنى. وتكون الصلة بأشياء كثيرة، منها الإحسان إليهم وزيارتهم ومودتهم والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم وإعانة فقيرهم واحترام كبيرهم ومواساتهم في أحزانهم ومشاركتهم في أفراحهم، كما تكون بالدعاء لهم بظهر الغيب وحسن الظن بهم وسلامة الصدر نحوهم وإجابة دعوتهم ودعوتهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما تكون أيضا بالمال وبالمساعدة والمساندة في الحاجات والضرورات ونحو ذلك. رابعا: الإنفاق في سبيل الله. وهذه من أهم أسباب سعة الرزق، وكثير من الناس فرط فيه بدعوى الخوف من الفقر والفاقة، مع كثرة النصوص الواردة في الحض والحث على الإنفاق في سبيل الله من الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. رواه مسلم. وقوله: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فكل هذه الأحاديث تحث على الإنفاق في وجوه الخير، وتبشر بالخلف من فضل الله تعالى على من أنفق، وترفع من شأن المنفق في القلوب. خامسا: الإحسان إلى الضعفاء. فهي من الأسباب التي يرزق الله بها العباد وينصرهم، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه، حيث رأى سعد أن له فضلا على من دونه،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني في ضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفي قصة أصحاب الجنة الذين قص الله خبرهم في سورة القلم العبرة والعظة. سادسا، استحضار القلب في العبادات. ومن الأسباب التي يستجلب بها الرزق تفريغ القلب للعبادة عند أدائها. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعدني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ففي هذين الحديثين وعد الله تعالى من تفرغ لعبادته بشيئين، هما ملء قلبه بالغنى ويديه بالرزق. وليس في الحديث ما يدعو إلى البطالة وترك العمل والانقطاع عن طلب الرزق، وإنما المراد أن يكون القلب حاضرا أثناء العبادة مفرغا من الشواغل والهموم التي تشغل العبد عن ربه تعالى. وحينها يستشعر القلب أنه يناجي مالك الأرض والسماء، فيستغني به عمن سواه، فيسعد القلب بالطاعة وتكثر الحياة بالأرزاق. سابعا، شكر الله على النعم الموجودة. ومن أسباب زيادة الرزق هو شكر الله على النعم السابقة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقيد النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. وفي ذلك يقول عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله، فالشكر قيد النعم وسبب المزيد. ويكون شكر الله بإقرار القلب بالنعمة والثناء باللسان على الله واستعمال هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه. ثامنا، الزواج. يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول عمر بن الخطاب: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. تاسعا، المتابعة بين الحج والعمرة. ومن الأشياء التي جعلها الله سببا لنفي الفقر وسعة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. ففي الحديث عن ابن عباس مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والمتابعة بين الحج والعمرة لها معنيان عند العلماء. الأول، المتابعة بين الحج والعمرة بتكرارهما مرات لمن يستطيع ذلك. والثاني، أن يجعل أحدهما تابعا للآخر واقعا على عقبه، فإذا حج اعتمر وإذا اعتمر حج. عاشرا، الأخذ بأسباب الكسب. ولا يكفي ما سبق دون الأخذ بأسباب الكسب، فقد جرت سنة الله أن لا ينال رزقه إلا بكدح وسعي، فمن جد وجد ومن زرع حصد. يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فمن مشى في مناكب الأرض الذلول أكل من رزق الله، ومن قعد وتقاعس بلا عذر كان جديرا ألا يأكل إلا أخذا من حق غيره من المشاة العاملين. ولهذا دعا الإسلام إلى السعي والعمل وحذر من البطالة والكسل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وينفر من سؤال الناس تنفيرا كبيرا فيقول: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وجماع ذلك كله ما ذكرناه في البداية من تقوى الله بعمل الطاعات واجتناب المعاصي، فما استجلبت نعم الله بمثل الطاعة وما محقت بركتها بمثل المعصية. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى المسلمين برزق حلال طيب مبارك فيه، والحمد لله رب العالمين.